لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. جعل الله سبحانه وتعالى الحساب يوم القيامة على مسألتين عظيمتين: ماذا كنتم تعبدون، وكيف كنتم تعبدون. فالله سبحانه وتعالى جعل وحدانيته وتوحيده بالعبادة، وتوحيده بالربوبية، وتوحيده بالألوهية والأسماء والصفات دعوة جميع الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وجعل سبحانه وتعالى كل رسول يرسله يدعو إلى هذه الكلمة: لا إله إلا الله. فلقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ولما كانت العبادة مبنية على الطاعة مع المحبة، كان لابد أن تكون كيفيتها عنوانا لتحقيقها، بمعنى أنه لا يمكن أن يكون عابدا لله من لا يطيع أمره سبحانه وتعالى في عبادته، فكيف يعبده من يخالفه، أو يعبد الله على هواه، أو لا يلتزم أوامره ونواهيه. لذا أرسل الله الرسل وختمهم برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، خاتم النبيين، الذي كرمه الله عز وجل قبل وجوده وأثناء وجوده وبعد وجوده على هذه الأرض. فالله سبحانه وتعالى افترض على جميع الخلق الإيمان به، لكي تكون عبادته سبحانه وتعالى على الكيفية التي جاء بها. وجعل طاعته فرضا على الإنس والجن، وسد جميع الأبواب إلا أن يأتوا من خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه القضية هي التي يسأل عنها الناس يوم القيامة،
مع كيف مع ماذا كنتم تعبدون وماذا أجبتم المرسلين. فالإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم إيمان بجميع الرسل قبله، والكفر به صلى الله عليه وسلم كفر بجميع الرسل وإن انتسب بعض الناس إلى الرسل السابقين كموسى وعيسى وإبراهيم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الله عز وجل قد أخذ ميثاق الأمم قبلنا على الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال سبحانه: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وعيسى بن مريم: وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما. وقال سبحانه وتعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. وأخذ الله ميثاق الرسل قبل محمد صلى الله عليه وسلم على الإيمان به واتباعه وأخذ العهود على أتباعهم بذلك. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. وأخذتم على ذلكم إصري أي عهدي، فهم أخذوا العهد بينهم وبين الله وأخذوا العهد على أممهم بنفس الأمر كما قال الله عز وجل: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. هذا فيما قاله الله عز وجل لموسى صلى الله عليه وسلم إذ جاءه بخيرة قومه لميقات الله عز وجل 70 رجلا لميقات الله، وأخذتهم رجفة وتضرع موسى لربه فقال الله له هذه الكلمات العظيمة التي تبين فضل النبي صلى الله عليه وسلم ومنزلته ومنزلة أمته وأنه لا نجاة إلا بالإيمان به. فإذا كان الإيمان به فرضا على الأمم قبلنا لأنه مكتوب عندهم في التوراة والإنجيل، فكيف إذا بعث صلى الله عليه وسلم وبعثه الله عز وجل رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وفرض الإيمان به على سائر الخلق كما قال صلى الله عليه وآله وسلم فيما فضل به على الأنبياء قال: وكان النبي يبعث في قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة. فقضية الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم هي ركن ركين في التوحيد، لا يقبل ادعاء توحيد الله عز وجل مع عدم الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم أو عدم اتباعه. وهذه القضية من أخطر القضايا المثارة في العالم كله اليوم، لأن فكرة مساواة الملل التي يتبناها أعداء الله عز وجل وأن الإيمان والكفر ليست إلا أوصافا نسبية لا مطلق لها، هذا مؤمن عند فلان وكافر عند فلان وبالعكس،
لكن القضية أن الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم إيمانا مطلقا هي الحق عند الله عز وجل. لا يقبل الله عز وجل من أحد صرفا ولا عدلا إلا بالإيمان به عليه الصلاة والسلام. إن الدين عند الله الإسلام، وقال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. والذين يكذبون رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كذبوا رسلهم وقد كذبوا الله، لأن الله قال: محمد رسول الله. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. فالإيمان به صلى الله عليه وسلم شرط في الإيمان بالله عز وجل، بل هو من حقيقته كما ذكرنا، لأن التوحيد وإفراد الله بالعبادة لا يتحقق إلا بأن نعلم كيف نعبده وكيف نعبد وكيف يعبده من لم يؤمن برسله ولم يؤمن بخاتمهم وأفضلهم وأكرمهم عند الله عز وجل. لذلك هذه القضية العظيمة لا بد أن تكون منا على بال، لأنها تتعرض لأنواع من التشويش والتشويه ومحاولات التشكيك التي يبذلها الأعداء ليقرروا أن الإيمان بالله يمكن أن يكون في قلب إنسان دون أن يؤمن بالرسول عليه الصلاة والسلام ودون أن يتبعه. ولقد أبى الله عز وجل أن يقبل من أحد صرفا ولا عدلا إلا باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم حتى ولو كان مصدقا. فالتصديق وحده لا يكفي حتى يكون معه اتباع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأحبار يهود الذين قالوا له بعد أسئلة عديدة، قالوا: نشهد أنك نبي. فقال: فما يمنعكم أن تتبعاني؟ فقال: إن الله وعد داود أن لا يزال، وعد يعقوب وعد إسرائيل أن لا يزال في ذريته نبي. فهم ينتظرون نبيا من نسل إسرائيل ولا يرون لزوم اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان ذلك مبقيا لهم على الكفر. لم ينفعهم الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم، لم ينفعهم الإيمان بالله ولا تصديق نبوته صلى الله عليه وسلم دون اتباعه في الإيمان. لا بد وأن يؤمن به وأن يتبعه ويطيعه، لا يصلح غير ذلك. قال الله عز وجل عن يهود: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون. هل معرفتهم بالرسول كمعرفة أبنائهم نفعتهم إذ لم يؤمنوا به في المتابعة والطاعة وليس فقط في المعرفة والتصديق؟ لم ينفعهم ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا أدخله الله النار. فالإيمان به وبما أرسل به صلى الله عليه وسلم لا بد أن يؤمن بالنور الذي أنزله الله. فالذين يكذبون القرآن أو يتركون اتباع القرآن فإنهم ليسوا بمؤمنين بالله. كيف يكون مؤمنا بالله من كفر بكلامه عز وجل ومن كفر برسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين؟ ولو أقر بذلك لكنه لم يتبع. الله عز وجل قال: من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. كيف يكون لعاقل بعد ذلك أن يدعي أنه مطيع لله
دون أن يطيع الرسول صلى الله عليه وسلم، ودون أن يتبعه صلى الله عليه وسلم، ودون أن يرى شريعته لازمة له صلى الله عليه وسلم. إن منزلة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في تحقيق الإيمان منزلة الركن الذي لا يمكن أن يقبل شيء بدونه، فالرسول صلى الله عليه وسلم أولى بنا من أنفسنا، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. فهو وفي قراءة أبي التفسيرية وهو أب لهم، فكيف يمكن أن يكون من جحد نبوته يكون مقبولا عند من أرسله أبا لهذه البشرية بعد بعثته عليه الصلاة والسلام؟ لكن يقبل المؤمنون ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. لذلك قضية اتباع السنة لا بد وأن تكون نبراسا لنا في كل حياتنا. اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم ليس فقط بنطق الشهادتين، إن هذا مما رفع الله به ذكره صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. كيف رفع له ذكره؟ رفع له ذكره ربه عز وجل بأنه لا يذكر عز وجل إلا ويذكر معه، لا إله إلا الله محمد رسول الله، يؤذن بها ويرفع الصوت بها في أرجاء الأرض. وقد علمت أنه في القطب الشمالي يوجد مسلمون يؤذنون وفي القطب الجنوبي، هذا قد علمته بالفعل وبأسمائهم. الناس في أرجاء الأرض كلها وفي قارات الأرض كلها كل يوجد فيهم من ينادي بنبوته ورسالته صلى الله عليه وسلم. ما خاطبه الله عز وجل في كتابه إلا بيا أيها الرسول، يا أيها النبي، فكيف يسوغ لأحد بعد ذلك أن يزعم أن الإيمان يحصل بغير الإيمان بنبوته ورسالته واتباعه عليه الصلاة والسلام؟ والله إنها لقضية يقينية معلومة من دين الإسلام بالضرورة، لا يجهلها كافر فضلا عن مسلم، لكن أذناب الكفار والعياذ بالله هم الذين يحاولون أن ينشروا في الناس أن الإيمان يمكن أن يكون دون الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم، وأن كل إنسان مؤمن على طريقته، فيريدون أن يجعلوا من يؤمن بالأوثان، ومن يؤمن بالصلبان، ومن يؤمن باتخاذ الله الصاحبة والولد، أنهم كمن آمن بالله ووحده واتبع رسوله صلى الله عليه وسلم، يجعلون الإيمان قضية نسبية. ليس الأمر كذلك. وكذا الكفر إن لم يحذفوا هذه الكلمة على الإطلاق كما يريد أعداء هذه الأمة، وهي كلمة قرينة بتوحيد الله، أعني أن الكفر بالطاغوت لا يحصل الإيمان بالله إلا به. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال عز وجل: فمن يكفر، لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فمن آمن بالطاغوت لم يكن مؤمنا بالله، بل كان كافرا بالله. لذا نقول اقترنت كلمة الإيمان وكلمة الكفر في هذه الشريعة، فلا يكون مؤمنا من كفر بالله أو برسله أو باليوم الآخر أو بالقدر أو بالملائكة أو بالكتب، ولا يكون مؤمنا إلا من كفر بما يعبد من دون الله. إذن هذه القضية
في ما عند الله وفي الآخرة قضية مطلقة، ليست أمرا نسبيا أن هناك من يؤمن بشيء ويكفر بشيء فيكون ذلك أمرا عاديا، والنجاة للجميع بشرط أن يكون حسن الأخلاق، مع أنهم ليسوا والله حسن الأخلاق. لا يمكن أن يكون هناك حسن خلق إلا باتباع التربية التي جاء بها صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أن يكون هناك حسن معاملة للخلق ورحمة بهم إلا باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. أما الشعارات فما أكثر أن ترفع من حقوق الإنسان وحقوق الحيوان، ومع ذلك هم لا يعطون الناس شيئا، لا يعطي الناس من حقوقهم شيئا إلا من آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم واتبعه ونشر الرحمة المهداة. هو عليه الصلاة والسلام الرحمة المهداة من عند الله، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. التزكية لا تحصل إلا باتباعه عليه الصلاة والسلام. قال عز وجل: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. دعوة إبراهيم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى بن مريم ورؤيا أمي التي رأت في منامها أنه خرج منها نور أضاء له قصور الشام. أو كما قال صلى الله عليه وسلم: عيسى صلى الله عليه وسلم أخص الأنبياء بمحمد صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أنا أولى الناس بعيسى بن مريم إذ ليس بيني وبينه نبي. كما أنه الذي صرح باسمه لأتباعه تصريحا لا يحتمل، كما قال عز وجل: وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين، ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام، والله لا يهدي القوم الظالمين. فهؤلاء أظلم القوم، من افتروا على الله الكذب ولم يتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، افتروا على الله الكذب بادعاء الصاحبة والولد وبادعاء الشريك والند وبتكذيب رسوله صلى الله عليه وسلم، فلذلك لا يهديه الله عز وجل لأنه أبى أن يهتدي، لا يهديه الله سبحانه وتعالى لأنه ليس أهلا للهداية بسبب ظلمه وكفره والعياذ بالله. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الله سبحانه وتعالى بعث رسوله بهذا الدين بالعقيدة والشريعة بالعلم والعمل لينصر الإسلام على كل الملل. ومن أولوية عيسى صلى الله عليه وسلم بمحمد وأولويته به أنه الذي يكتمل في زمنه نشر هذا النور ونصر هذا الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا وإماما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية. لذلك نقول أن الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يقع إيمان برسول من الرسل دون الإيمان به عليه الصلاة والسلام. شرط في الإيمان بعيسى أن يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، حتى يكون الإنسان
مسيحيا حقا، أي متبعا للمسيح بالحق وليس بمجرد النسبة. النسبة يمكن أن تقع لكن لا تكون حقا. فقوم لوط نسبوا إليه وهم مؤذبون، ولذلك نقول لا تصح النسبة الحق إلا بالإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم واتباعه. وعيسى صلى الله عليه وسلم له أولوية خاصة، ليس فقط في هذه الدنيا بإمامة هذه الأمة وقيادتها بشريعة الإسلام وإلزام جميع البشرية بالاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هناك أولوية أخرى، أولوية في الآخرة، إذ أن جميع الأنبياء في موقف الشفاعة العظيم كلهم يتراجعون عنها ويجتهدون في من يدلون الناس عليه. فآدم يجتهد أن نوحا هو أولى بهذا المقام، ونوح يجتهد أن إبراهيم أولى بهذا المقام. كل منهم يرشد إلى النبي الذي بعده، وإبراهيم يرشد إلى موسى، وموسى يرشد إلى عيسى، ويوفق الله عيسى ابن مريم أن يكون اجتهاده والصائب يقول إذا ذهب الناس إليه وقالوا له أنت روح الله، أنت عيسى روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم، فيقول لست لها، اذهبوا إلى محمد عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فيوفق الله عيسى صلى الله عليه وسلم للدلالة على محمد صلى الله عليه وسلم كشافع في الإراحة من هول الموقف وفي استفتاح باب الجنة، كما وفق للدلالة عليه في الدنيا حين بعث وحين ينزل قبل يوم القيامة. نسأل الله أن يتوفنا مسلمين وأن يلحقنا بالصالحين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض على كل أحد، لا بد إذن أن نجتهد في تحقيق ذلك، نعرف منزلته صلى الله عليه وسلم، ثم لا بد لنا أن نحقق هذا الأمر. أحلنا على طاعته عليه الصلاة والسلام، قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وجعل الله عز وجل من صفات المنافقين الإعراض عن التحاكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. وقال عز وجل وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. هل نكتفي بإعلان الموقف لكننا لا نعرف كيف نتبعه عليه الصلاة والسلام؟ أحلنا على اتباعه عليه الصلاة والسلام، كيف نحال على مجهول الذين يكذبون بالأحاديث الصحيحة ويطعنون في سنته عليه الصلاة والسلام من خلال تكذيب ما خالف أهواءهم من الأحاديث الثابتة التي تلقتها الأمة بالقبول والتي بذلت الأمة أعظم الجهد في مراجعتها وإثبات صحتها، ووفق الله عز وجل أئمتها في ذلك أعظم توفيق، علم الإسناد الذي هو من الدين. ثم اجتمعت الأمة على منزلة البخاري ومسلم في تصحيح الأحاديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف نحال على مجهول؟ كيف نحال على شيء لا يمكن الوصول إليه؟ تختلف فيه العقول كيفما اشتهى المشتهي، وكيفما عاقل عاقل أو جاهل أو ضال. لا يمكن، بل لا بد أننا نحال على معلوم يمكن الوصول إليه من سنته عليه الصلاة والسلام. لذلك نقول لا بد لنا أن نتعلم السنة. نريد احتفالا حقيقيا برسول الله صلى الله عليه وسلم كل يوم،
وليس مرة في العام، نريد احتفالا حقيقيا يحتفل ويهتم، نريد أن يكون كل واحد منا له نصيب من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف تهنأ ويمر عليك يوم لم تسمع فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف يمكن أن يكون الإنسان قرير العين وهو لا يسمع اسمه عليه الصلاة والسلام مقرونا بشيء من قوله أو فعله أو تقريره أو صفته صلى الله عليه وسلم الخلقية والخلقية؟ كيف نتبعه ونتزكى بما جاء به دون أن نتعلم سنته؟ ليجعل كل واحد منا لنفسه كل يوم نصيبا من دراسة سنته عليه الصلاة والسلام وسيرته وطريقته وأخلاقه وأعماله وكيفية عبادته. لم يجعل الله عز وجل لنا خيارا في التعبد إلا كما فعل عليه الصلاة والسلام، فقال صلوا كما رأيتموني أصلي، قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، وقال في الحج خذوا عني مناسككم. فلا بد لنا إذن أن نتعلم هذه السنة وأيضا لنتجنب البدعة. فلقد قال عليه الصلاة والسلام في بيان علاج الاختلاف: وإنه من يعش منكم فسار اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. كيف نعرف ذلك؟ لن يعرف السنة من البدعة إلا من درس سنته صلى الله عليه وسلم وتعلمها. كما نتعلم القرآن نتعلم سنة الرسول عليه الصلاة والسلام لنفهم القرآن. هذه قضية عظيمة الأهمية، هي اعترافنا الصادق بتكريم رسول الله صلى الله عليه وسلم وتطبيقنا لهذا الأمر عمليا وعلميا وليس بالشعارات والدعاوى. هل يمكن أن يكون تكريم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأكل حلوى المولد، وأن يكون الإنسان يوزع مثلا المشاريب يوما واحدا في السنة، يكون ذلك هو التكريم؟ نقول: من أراد أن يحتفل بمولده عليه الصلاة والسلام فليحتفل به كل يوم وليحتفل به كل أسبوع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الاثنين: ذاك يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه فأحب أن أصومه. كان يسأل عن صيامه يوم الاثنين فيذكر ذلك. إذن هي سنته عليه الصلاة والسلام في ذلك، في تعظيم يوم مولده بالصيام أسبوعيا وليس مرة في السنة. لذلك نقول السنة في ذلك هي هدي أصحابه صلى الله عليه وسلم في هذا المقام، فضلا عن مدارسة سنته عليه الصلاة والسلام كل حين كل يوم، وتطبيق ذلك في البيت وفي الطريق وفي العمل وفي الدعوة إلى الله عز وجل. لا بد وأن نجتهد في هذا الأمر ما استطعنا، خصوصا مع ما نرى من محاولات تشكيك الأمة في سنته عليه الصلاة والسلام. لن يتحقق ذلك إلا بجهد دؤوب في نشر السنة وتعلمها. عند ذلك نصبغ بصبغة واحدة، أمتنا تريد الوحدة، والوحدة باتباع سنته عليه الصلاة والسلام وسنة الخلفاء الراشدين المهديين التي هي التطبيق العملي لسنته عليه الصلاة والسلام، وليس مجرد الدعاوى وليس مجرد الشعارات. إن الأمر جد خطير، إن أعداء السنة من التغريبيين ومن الرافضة وأيضا من الخوارج الجهال الذين يقولون من قول خير البرية لكنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. عداؤهم للسنة بجهل، وإن رفعوا شعار السنة. والروافض الذين يسبون أصحابه صلى الله عليه وسلم مع ما يقرؤون في كتاب الله من فضلهم بسبب ضلالهم وجهلهم. وأما التغريبيون الذين يريدون صبغة الأمة
بخلاف ما جاء به عليه الصلاة والسلام، لتهزم هذه الأمة ولن تهزم. فلقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى تقوم الساعة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدميره تدبيره، واجعل الدائرة عليه يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، وانصرنا على عدوك وعدونا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، واجعلنا هداة مهتدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.